هذا الشيلة إهداء إلى سلمان الحربي. فدا سلمان لو يطلب عيوني فهو درعي وحصني في سنيني. معي في ضيقتي دايم معيني سند ظهري وأحسن بظنونه سند ظهري وأحسن بظنونه. فدا سلمان لو يطلب عيوني فهو درعي وحصني في سنيني. معي في ضيقتي دايم معيني سند ظهري وأحسن بظنونه. حياتي ما لها معنى وقيمة وأنا لولاه مالي أي عزيمة. صنعني كان لي كف كريمة من الحرب إلى الوطفة سيرة. أصيل بمصيل شر رجولة محال بالبشر تلقى مثيلة وفي طبعه كرم نسوى قبيلة. رجل فسعت وطباعه رزينة. اهتهابه كل خصومه امير الله مقامه بين قومه. وله اخوان يسعدهم قدومه لكل الناس كم تعطي يمينه. حكيم الله مزاياه العديده وله نظره واقواله سديده. علومه دين واخلاقه فريده مكانه فوق في دنيا ودينا. اذا تسال عليه الناس تشكر هذا انسان من ولا حد يذكره إلا ويبخر موازينه على ناسه يمينه. وذكر المصطفى آخر مقالي عدد ملاح براق يلالي وما هل المطر والسيل سالي. صلاة على النبي دايم كثيرة. فدا سلمان لو يطلب عيوني فهو درعي وحصني في سنيني. معي في ضيقتي دايم معيني سند ظهري وأحسن بظنونه. حياتي ما لها معنى وقيمة وأنا لولاه مالي أي عزيمة. صنعني كان لي كف كريمة من الحرب إلى الوطفة سيرة. أصيل بن أصيل في الرجولة محال بالبشر تلقى مثيلة وفي طبعه كرم يسوى قبيلة. رجل فسعت وطباعه رزينة. اهتهابه كل خصومه امير الله مقامه بين قومه. وله اخوان يسعدهم قدومه لكل الناس كم تعطي يمينه. حكيم الله مزاياه العديده وله نظره واقواله سديده. علومه دين واخلاقه جديده مكانه فوق في دنيا ودينا. اذا تسال عليه الناس تشكر هذا انسان من مسن وجوهر ولا حد يذكره الا ويبخر موازينه على ناس يمينه. وذكر المصطفى اخر مقالي عدد ملاح براق يلالي.